ما أقدر أصحى واحد جنبي علي، ما أقدر، عندي أزمة وجودية. بدون خجل ولا استحياء فاجأت مدونة سعودية زوجها المستقبلي بسر صادم حول السبب الحقيقي من وراء رغبتها في عدم مشاركته لها غرفة النوم، ولا تقبل أي نوع من النقاش أو التفاهم بشأن ذلك الفعل، إذ تعودت عليه منذ الصغر ولا تقوى على أن تتطبع بغيره في قادم الأوقات. فما هي القصة؟ ربما يفسر ذلك الشرط الصادم الذي اعتمدته الكاتبة السعودية أمل الحربي في قائمة شروطها للاتفاق على الزواج وخوض علاقة زوجية ناجحة هو الذي يحول بينها وبين إتمام زواجها حتى هذه اللحظة، مؤكدة أنها لا تتخيل أن يشاركها أحد غرفة نومها وسريرها الخاص حتى ولو كان زوجها ويربطهما معا رباط مقدس. لكن في المقابل لم تطلب الحربي مهراً لإتمام زواجها إلا هذا الشرط الصادم، والذي يقضي بأن ينام زوجها المستقبلي في غرفة منفصلة حتى تقبل الزواج منه. فمنذ الصغر تعودت على طبع معين ولا تقوى على تغييره في الوقت الحالي مهما كانت المغريات التي تدفعها للزواج. فهي لا تتخيل مطلقاً أن تستيقظ في الصباح وتجد رجلاً يشاركها سريرها الخاص، والذي تعودت على أن يكون لها وحدها منذ سنوات طويلة، مؤكدة أنها لديها أزمة وجودية عند استيقاظها من النوم. ولذلك الحل الأنسب حتى يستقر الزواج أن ينام زوجها بغرفة منفصلة غير غرفتها. ولم تكتفي الكاتبة السعودية أمل الحربي بشرطها الصادم الذي ربما يهز أوتار العلاقات الزوجية في المجتمع المحافظ، بل أضافت أن السبب وراء اختراع الزي السعودي كان الهدف منه فقط هو إيجاد نوع من الحوار بين الزوج وزوجته، فلن يجد الزوج أي مجال للحديث معها إلا في البحث عن أشيائه الغائبة. وأضافت أن يسألها مثلاً عن الشماغ أو رداء الرأس أو غيره من مكملات المظهر العام للزي السعودي، مشيرة إلى أن اللون الأبيض يجعل الحياة كلها تعقيد في تعقيد، ولذلك هي ليست مستعدة أن تتقبل روتينية مثل هذه الحياة المعقدة في نظرها، ولا ترغب أن تعيشها على الإطلاق، كما أكدت في ختام إجابتها عن السؤال الذي باغتها به الإعلامي السعودي علي العلياني أنها تتحمل مسؤولية نفسها بصعوبة، وهي تدرك جيداً أن مسؤوليتها كبيرة، فكيف لها أن تتحمل مسؤولية شخص آخر معها، مشيرة إلى حقيقة أن كل الأشجار لابد أن تطرح ثمارها إذا تحدثت عن التكاثر. وبالطبع أثار مقطع الفيديو حالة من الجدل داخل الأوساط السعودية، خاصة مع الشرط الصادم الذي اشترطته الكاتبة السعودية لإتمام زواجها، مهاجمين وجهة نظرها غير المنطقية والتي تتعارض مع مبادئ وتقاليد المجتمع المحافظ والذي تمثل فيه الزوجة لزوجها نوعا من السكن، فكيف تكون كذلك وهي تبيت ليلها بعيدة عنه؟ فهل كان الشرط الذي وضعته أمل الحرب تعجيزياً؟